القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. مزارع هنا ومزارع هناك، يحاول كل منهم أن يجتذب أكبر عدد ممكن من المواطنين ليريهم منتوجه. وهنا في هذا المعرض أبرز ما تشاهده هو علب الفراولة التي تمتزج رائحتها برائحة الورد، ليكون المعرض الزراعي الفلسطيني الأول للفراولة والورد. وجاء افتتاح المعرض في مدينة نابلس دعماً للمزارع الفلسطيني وتحسيناً لقدراته التنافسية في إنتاج المحاصيل التصديرية. هذا المعرض أهميته أنه يري يكشف للمزارع الإنتاج الوطني الفلسطيني الذي هو منتج جديد علينا التعرف عليه أنه إنتاج وطني. كنا نعتقد أن الفراولة تأتي مستوردة، لكننا بكل فخر اليوم نقول أننا نأكل من صنع أيدينا في هذا الموضوع. نأمل أن يكون هذا المشروع فاتحة لمشاريع أخرى توفر لنا الاكتفاء الذاتي وتوفر الإمكانيات لها تحقيق تصدير لهذه المنتجات. المعرض جاء ضمن مشروع الجلوبال جاب الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بتمويل من الممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية، والذي يهتم بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في عملية الإنتاج الزراعي كالتقليل من استخدام المبيدات الحشرية والالتزام بالمواصفات العالمية. احنا اليوم عم بنوفر فرصة للمزارع الفلسطيني انه يعرض بشكل مباشر منتوجه للمستهلك ويقول انه ويباهي ويفاخر بانه عنده منتج فلسطيني وانه كمزارع هو ملتزم بالمواصفات العالمية في مجال الإنتاج الزراعي، وبالتالي المزارع اللي قدر يوصل الأسواق الأوروبية ويلبي ذوق ومواصفات ومتطلبات السوق الغربي أو الأوروبي هو فعليا قادر أنه أيضا يحصل على ثقة المستهلك الفلسطيني في السوق المحلي. نحن ندعم المزارعين في جعل منتجاتهم بنفس المواصفات والجودة العالمية، وقد نجحنا في تحقيق ذلك مع الفراولة والورد، وهذا يعني أن هذه المنتجات تتمتع بجودة عالية تمكنها من أن تصدر إلى السوق العالمية. المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ ما يقارب 3 سنوات شكل حافزاً كبيراً للمزارعين ليثبتوا قدرتهم في زراعة الفراولة والورد وغيرها من المنتجات محلياً دون الحاجة إلى استيرادها من إسرائيل. أنا عندي شعور بالفخر والاعتزاز في المنتج الفلسطيني من مزارعين أيدي فلسطيني ذات مهارات وذات خبرات وذات قدرات على الإنتاج المنتج المحلي اللي ينافس كل المنتج العالمي. كثير فخور ومبسوط جدا من نجاح الزهور وإقبال الناس وتشجيع الناس لهيك زراعة. ويطمح المزارعون في أن يتم عقد المزيد من هذه المعارض في مناطق عدة لتعريف السوق المحلي بمنتجاتهم ولإثبات قدرتهم على المنافسة. سعادة وفرح كبير يشعر به المزارع الفلسطيني في هذا اليوم، حيث يتوافد المواطنون من كل مكان ليذوقوا طعم الفراولة ويشتموا رائحة الورد الذي زرع بأياد فلسطينية لينافس المنتجات العالمية. من مدينة نابلس، شيرين الفار، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.